يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم كالعادة هتكون مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وبالتحديد كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بجريدة أس الأسبانية، وهنتكلم ونستفيض في الحديث معاه في عدد كبير جدا من الأمور الهامة حاليا. كمان سؤال حلقة النهاردة، ما تنسوش تتفاعلوا معانا على صفحات قناة الأهلي المختلفة، تتوقع مين يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام من خلال الحفل اللي هيكون النهاردة مساء، بالتحديد الساعة 9 مساء بمدينة الغردقة. طبعا نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح، المؤشرات كلها بتقول إن ساديو ماني هو اللي هيفوز، لكن احنا طبعا مستنيين برضو تفاعل حضراتكم معانا، وهنقرا كل تفاعلاتكم على مدار حلقة اليوم. نروح الأول نشوف أبرز عناوين الحلقة، يلا بينا. بعثة الأهلي تتوجه لزيمبابوي فجر الأربعاء. سيد عبد الحفيظ: الأجواء جيدة في زيمبابوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. الشحات وإكرامي جاهزان لمباراة بلاتينيوم. الليلة الغردقة تستضيف حفل جوائز الأفضل في أفريقيا وغموض موقف صلاح. باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقدي مبابي ونيمار. طيب، اخبار كتير في الحقيقه معانا في حلقه اليوم. احنا الاهم بالنسبه لنا دايما لازم نبتدي باخبار النادي الاهلي، بالتحديد الفريق الاول لكره القدم، وخصوصا ان احنا مقبلين على مباراه من اهم مباريات الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. ليه من اهم مباريات الموسم؟ لان زي ما احنا عارفين الهدف الرئيسي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، الموضوع كل الناس عارفاه، كل الاهلاويه بيحلموا بالبطوله دي. فبالتالي انت مقبل على مباراه بلاتينيوم، هتقولي بلاتينيوم مش الفرقه القويه، لا، هقول لك ان دي مباراه مهمه جدا جدا. انت بتلعب خارج ارضك، باذن الله باذن الله تعالى لازم تكسب. لو خرجت بنتيجه ايجابيه لا قدر الله، تعادل مثلا، مش فوز يعني، قصدي مش ما خسرتش، ما خرجتش بره البطوله، لكن في كل الاحوال لو كسبت يبقى انت كده عندك اريحيه شويه في الماتشين اللي بعديهم مع النجم الساحلي في القاهره ومع الهلال في السودان اللي رجع للمنافسه بمفاجاه كبيره جدا في الجوله الاخيره بعد الفوز على النجم الساحلي في تونس. فبالتالي الفرص متساويه عند الثلاثي اهلي نجم الهلال. فبالتالي ايضا مهم قوي، مهم قوي ان انت تكسب باذن الله تعالى مباراه بلاتينيوم عشان تبقى 9 نقاط، وتشوف الهلال والنجم هيعملوا ايه في السودان مع بعض، وتبتدي بقى انت تركز بقى في ماتش النجم الساحلي وبعديها مباراه الهلال السوداني. بس التركيز هيكون باريحيه نسبيه بعد باذن الله تعالى ما تفوز في مباراه بلاتينيوم. بالتالي هي فعلا فعلا اهم مباراه، او من ضمن اهم المباريات في الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، لان من خلالها هيتبني عليها حاجات كتير جدا، سواء في فرص التاهل وحسم التاهل بشكل نسبي لان مش هيكون طبعا اتحسن بشكل رسمي، وفي نفس الوقت تقدر تركز برضه وترجع للدوري المحلي اللي انت ماشي فيه بشكل جيد جدا، وتحاول تاخد خطوه خطوه في البطولتين، لان هم هدفين اساسيين جدا جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هذا الموسم، واهمهم طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي النادي الاهلي عنده كل التركيز وكل الاستعداد الجيد جدا لهذه المباراه، حتى لو امبارح والنهارده اجازه فده ايضا من ضمن الاستعداد، لان انت طبيعي او ان انت تريح شويه، تاخد جزء كده من الراحه عشان تتجنب الاجهاد وضغط المباريات اللي بيتعرض ليه الفريق خلال الفتره الاخيره. لكن في نفس الوقت انت من بعد بكره على طول، او من بكره تحديدا، لا الفريق هيسافر النهارده، من بكره تحديدا هتبتدي استعداداتك هناك في زيمبابوي على مدار 3 ايام، 4 5 جمعة، وتلعب يوم السبت الساعة 3 العصر بإذن الله تعالى، بإذن الله الأهلي يكون موفق. خليني أقول لحضراتكم سريعا بعض الأخبار. الأهلي يتوجه لزيمبابوي فجر غد، يعني النهاردة الفريق بإذن الله هيتجمع في مطار القاهرة الساعة 11 أو 12 بالليل، والطيارة هتتحرك الساعة 1 صباح الغد في طريقهم إن شاء الله من خلال ترانزيت مرتين، يعني عندك في إثيوبيا وعندك في هراري نفسها، لأن في مدينة أخرى هي اللي هتستضيف هذه المباراة. رحلة مجهدة شوية، لكن الأهلي أداه الفريق قد الرحلة دي، ويقدر إن شاء الله يفرح الجمهور. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وكابتن سمير عدلي مدير الكرة والمدير الإداري للفريق سبقوا البعثة، وهيستقبلوها بإذن الله بكرة الصبح. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه تصريحات النهاردة عن مباراة بلاتينيوم، قال إن هي مباراة صعبة جدا، وهدفنا تحقيق نتيجة
نتيجة إيجابية، وده الأهم بالنسبة للأهلي خلال المرحلة دي وخلال المباراة دي تحديدا. قال إن الطقس هناك جيد، هو طبعا سبق البعثة فأكيد هو خلاص يعني ألم بكل الأمور هناك والظروف اللي ممكن يتعرض ليها النادي الأهلي. قال لك الطقس جيد، مش ناقص بس إن شاء الله نلاقي أجواء جيدة خلال المباراة سواء من حيث أرضية الملعب وبإذن الله من حيث النتيجة كمان تكون لصالح النادي الأهلي. قال لك كمان البرنامج الخاص بتدريب النادي الأهلي عقب الوصول هيتم تحديده من خلال مستر فايلر لما يوصلوا بالسلامة بإذن الله تعالى. من ضمن الأخبار كمان في يتعلق بالمصابين، حسين الشحات أصبح جاهز لهذه المباراة، هو بيعمل بس برنامج تأهيلي النهاردة وامبارح، يعني الإصابة خلاص شوفي منها تماما، هو كان عنده إجهاد في العضلة الضمة فبالتالي برنامج تأهيلي عشان يشارك في المباراة يبقى مؤهل للمشاركة بشكل طبيعي، بالتالي هو خلاص كده متاح لأن عندك ثلاث تدريبات هناك إن شاء الله يكون جاهز من خلالهم حسين الشحات وهيكون مع البعثة بإذن الله في زيمبابوي. نفس الحال بالنسبة للشريف إكرامي اللي كان عنده إجهاد في عضلة السمانة شوفي أيضا منها تماما وأيضا عنده برامج تأهيلية وحيكون موجود بإذن الله تعالى في رحلة زيمبابوي، وإن شاء الله بإذن الله نكون موفقين والفريق يكون كله موفق وبإذن الله يرجع بالنتيجة المرجوة في البطولة دي بالتحديد وفي المجموعة دي الصعبة جدا جدا بالنسبة لكل الفرق سواء الأهلي أو النجم أو الهلال. طيب نتمنى كل التوفيق لفريقنا بإذن الله في الرحلة دي وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة وأكيد من خلال قناة الأهلي كمان في كواليس وعندنا زميلنا مسافرين كمان لزيمبابوي مع البعثة عشان نطمن أول بأول على فريقنا العزيز النادي الأهلي هناك في زيمبابوي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل أخبارنا وعندي موضوع مهم جدا بيخص أعضاء وجماهير ومحبي النادي الأهلي في كل مكان بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، جزئية مهمة جدا هنتكلم فيها ونشرحها بتفاصيل مهمة لكل محبي النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي بخصوص عضوية النادي الاهلي. بالتحديد من يوم 1/4 اللي جاي باذن الله تعالى هيتم زيادة العضوية في النادي الاهلي، هتبقى كام؟ هتبقى 750 ألف جنيه للعضوية الشاملة اللي هي بتاعت كل الفروع اللي هي العامة، تبقى مشترك في فرع الجزيرة ومعاك كل الفروع كلها، دي هتبقى 750 ألف جنيه. خليني أقول لحضراتكم التفاصيل بالظبط بتبقى إزاي. هي أصل العضوية دلوقتي بكام؟ ب 500 ألف جنيه، ده لجميع الفروع، 175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد بس و 200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، تمام؟ ده المؤهل العالي. المؤهل دون العالي قيمة العضوية 600 ألف جنيه، ده الحالي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في الفترة الحالية اللي هو قبل 1/4، 600 ألف جنيه لجميع الفروع و 250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و 300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، ده للمؤهل دون العالي. طيب اللي هيحصل ايه الفترة اللي جاية؟ اللي عايز يشترك في النادي الاهلي هو في الحقيقه في اقبال كبير جدا خلال الايام السابقه وخصوصا في ظل التسهيلات اللي عاملها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على العضويه من عدد كبير جدا من محبي النادي الاهلي اللي بيتمنوا ان هم يكونوا موجودين كاعضاء في القلعه الحمراء. طيب الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ انت دلوقتي حابب ان انت تكون عضو في النادي الاهلي لكن مثلا ساكن بعيد فبالتالي مبلغ ال 500 ألف جنيه ده الحالي اللي هو لغايه قبل 1/4 هيبقى كتير مثلا عليك، يحق لك من خلال التقسيط. عايز تبقى عضوية شاملة لكل الفروع تدفع 50% من 500 ألف جنيه والباقي على 4 سنين، ده اللي عايز يشترك في الاربع فروع وما يستجد كمان من افرع للنادي الاهلي. احنا عارفين خطط النادي الاهلي المستقبليه راحة في اماكن كتير جدا يعني، فدي الجزئيه او ده النظام الحالي. طيب انت دلوقتي القصه ان انت مثلا الفرع الاقرب ليك في الشيخ زايد او في التجمع، تمام؟ فبالتالي ملهاش لازمه ان انا اشترك في الافرع كلها. طيب نظام القسط برضه هيبقى موجود، هيتم تفعيله لو انت هتشترك في فرع النادي الاهلي مثلا في الشيخ زايد وحضرتك مؤهل عالي هتدفع 175 الف جنيه، تمام؟ لفرع الشيخ زايد عايز تقسطهم ممكن تقسطهم، هتدفع 50% من 175 الف جنيه والباقي على 4 سنين. لو في فرع القاهره الجديده التجمع الخامس هتدفع 100 ألف جنيه ك 50% من القيمة الكاملة 200 ألف جنيه والباقي أيضا على 4 سنين. طيب أنت دلوقتي دفعت القسط بناء على فرع واحد، تمام، وعايز تخلي بعد كده مثلا خلال الأربع سنين قسط مع آخر يوم في الأربع سنين عايز تبقى العضوية بالنسبة لك شاملة، هتتحاسب على أنهي سعر؟
هتتحاسب على السعر اللي انت ابتديت الاشتراك في التوقيت كان السعر فيه. يعني انت دلوقتي اشتركت النهارده او اشتركت اخر شهر 3 في فرع من الفروع الشيخ زايد او التجمع، تمام، وقسطت دفعت 50% سواء هنا او هنا والباقي على 4 سنين، وخلاص جه يوم 1/4 وتم تطبيق القيمه اللي بعد كده اللي هتبقى 750,000 جنيه، تمام، وعايز تخلي العضويه شامله لكل الفروع، تبقى انت خلاص عضو تقدر تخش اي فرع، هتعمل ايه؟ هتتحاسب على ايه؟ هتتحاسب على 500,000 جنيه اللي هي الجزء الاولاني او المبلغ الاولاني قبل ما يتم زيادته بعد 1/4. فده برضو من ضمن التسهيلات المهمه جدا. خليني اقول لحضراتكم ان بعد 1/4 الاسعار بالظبط هتكون ايه بالنسبه كمان للمؤهل دون العالي، فهتوصل قيمه العضويه لمليون جنيه لجميع الفروع و400 الف جنيه لفرع الشيخ زايد و400 الف جنيه ايضا لفرع القاهره الجديده، ده بعد يوم 1/4. لكن التسهيلات اللي انا قلت لحضراتكم عليها بوضوح شديد جدا، حضرتك ممكن تشترك دلوقتي الحاليه اللي هي 500,000 جنيه، وبعد كده عايز تقسط قسط مفيش مشكله لو عضويه شامله، ولو حتى عضويه خاصه بفرع واحد بالنسبه للنادي الاهلي هتقسطهم، ولو حابب ان انت تبقى خليها بعد الاربع في اخر الاربع سنين في اخر الاربع سنين عضويه شامله هتتحاسب على النظام القديم مش بعد التعديل مش بعد 1/4، هتتحاسب على ما قبل 1/4/2020. دي جزئيه مهمه قبل الزيادات. يعني في نفس الوقت خليني اتكلم مع حضراتكم ان دي حاجه في الحقيقه مهمه جدا من النادي الاهلي بيعملها، وان المقابل اللي بيدفع ده مش الاعلى بالمناسبه، يعني مش الاعلى في الانديه المصريه في كل الاحوال، رغم ان النادي الاهلي هو اكبر نادي في مصر واكثر الانديه حظا الالقاب واكثر الانديه في الجانب الاجتماعي والخدمي ممتازه، وعندنا العديد والعديد من الانشاءات. خلينا نستعرض شويه الانشاءات اللي في فروع النادي الاهلي المختلفه. يعني عندك مثلا فرع او مش فرع، مقر الرئيسي بالجزيره، انتهاء من تطوير مدرج ملعب التتش، انشاء غرف ملاعب جديده للفريق الاول لكره القدم، قاعه اجتماعات تم تصميمها على اعلى مستوى، تم الانتهاء ايضا من انشاء اسوار النادي، واللي بيعدي دلوقتي من قدام الجزيره مثلا هيشوف اسوار النادي تم تطويرها بشكل مميز جدا في الحقيقه، افتتاح صاله الكاراتيه الجديده، تمام، ما كانش في صاله كاراتيه اصلا في اهل الجزيره، كانت عباره عن خيمه كده صغيره كانت مش حلوه خالص بصراحه، لكن المجلس الحالي قدر ان هو يطورها بشكل اكثر من رائع. صاله تنس الطاوله بقت موجوده، تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضيه، بالاضافه لانشاء التراث الجديد لتخفيف الضغط على التراث القديم، واضافه مساحات جديده للاعضاء، وتم تغيير ارضيه ملاعب النجيل الصناعي الخماسيه، والانتهاء من تقفيل اسوار الملعب الرئيسي لكره القدم. احلال وتجديد تكييف صاله الامير عبد الله الفيصل، ومن المقرر ان يتم كمان بدء في تغيير ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل خلال الفتره المقبله، ده بالنسبه للمقر الرئيسي. بالنسبه لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر، تم افتتاح الفود كورت، حضراتكم من كام شهر كده اكيد تابعته وعرفته، واللي بيروح طبعا لعضو موجود في النادي الاهلي بيروح، ومنظر بصراحه هناك بقى ممتاز جدا، منطقة مجمعة للمطاعم غاية في الروعة، وبراندات في الحقيقة هناك كويسة جدا وأسعار كمان مميزة بصراحة، يعني تضم مجموعة كبيرة جدا من المطاعم ومنافذ الخدمات. تطوير العيادة الطبية ومسجد النادي بالشكل الأمثل بهدف تقديم أفضل الخدمات لعضو النادي الأهلي، تم تجديد كمال التراث العلوي للمبنى الاجتماعي ده في مدينة نصر وتزويده ب60 مقعدا وإضافة 80 مقعدا بالصالة العلوية، على القيام بعمليات الصيانة الشاملة لوحدة التكييف المركزي بالمبنى. الإدارة كمان وفرت شاشات عرض تزود الحديقة الرئاسية ب 450 مع تزويد الحديقة الرئاسية ب 450 مقعدا إضافيا، يعني أمور كتير جدا حصلت. خلينا نتكلم كمان على فرع الشيخ زايد، تم تشغيل صالة الباليه وتعليم الموسيقى بجانب تشغيل مكتبة الفرع وتطويرها وزيادة عدد كبير من الكتب أو عدد الكتب اللي موجودة يعني في المكتبة والعناوين فيها لخدمة الأعضاء وإضافة أنشطة جديدة إليها. يعني امور كتيره، كمان 500 مقعد في الحديقه الرئيسيه فرع الشيخ زايد، مقاعد وصيانه ودهانات المقاعد وكلام من ده. يعني بصراحه يعني عشان بس ما نتكلمش في الامور بتفاصيل ممكن تكون كتيره، لكن اللي هيروح هيشوف شيء مميز جدا. اذا هي حاليا فرصه للي حابب ان هو ينضم للنادي الاهلي كعضو عامل ان هو يشتري خلال الفتره الحاليه. هو المفروض انك كان اصلا تدفع مثلا مبلغ 500,000، لكن في تسهيلات عاملها النادي الاهلي، تقسط تدفع 50% والباقي على 4 سنين، ولو حابب ان انت تخلي العضويه في فرع واحد هتقسط المبلغ الخاص بالفرع ده
برضه من خلال 50% والباقي ايضا 4 سنين. جيت في الاخر عايز تخلي العضويه شامله، هتخلي تدفع على المبلغ القديم قبل 1/4/2020 اللي هو 500000 جنيه مش بعد التعديل اللي هو 750000 جنيه بالنسبه للمؤهل العالي. بالنسبه للمؤهل دون العالي الاسعار بالظبط 600000 جنيه للفروع كلها، و 250000 جنيه لفرع الشيخ زايد، 300000 جنيه للقاهره الجديده. كده احنا وضحنا الامور لحضراتكم بشكل مفصل، وده دور النادي الاهلي ومجلس ادارته. النادي الاهلي هو طبعا يبقى دايما بيسهل الامور بالنسبه للراغبين في التواجد داخل اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. ده امر مهم جدا اتكلمنا فيه بخصوص عضويه النادي الاهلي وقبل التعديل، وهنتابع مع حضراتكم الموضوع ده على مدار الايام القليله القادمه، لان هيبقى في بعض من التسهيلات الاخرى هنعلنها عن حضراتكم باذن الله لاحقا. طيب ده من ضمن المواضيع. النهارده كمان في حفل الافضل في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا. الحفل هيكون في مدينه الغردقه الساعه 9 بالليل، تجهيزات على اعلى مستوى. حضور طبعا ساديو ماني وصل، الكلام كتير شويه على محمد صلاح جاي ولا مش جاي، الاقرب ان هو مش هيجي، او الاخبار اللي خارجه من هناك ان هو مش، يعني النسبه الاكبر ان هو مش جاي. تمام؟ هل صح ان محمد صلاح يحضر او ما يحضرش؟ انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي بصراحه، انا هستنى لغايه بالليل كده. احنا يعني احنا عندنا راي تمام، بس احنا هنستنى لغايه بالليل نشوف هيحضر محمد صلاح ولا مش هيحضر، وبكره نتكلم مع حضراتكم في الراي الخاص بجزئيه حضور محمد صلاح من عدمه يعني. لكن في كل الاحوال احنا نتمنى ان المظهر يخرج بالشكل الجيد، واثقين جدا في كده جدا جدا، لان الناس القائمين على الحفل بيشتغلوا شغل عالي قوي ومجهزين كل حاجه. وكمان انا عايز اتكلم بخصوص امبارح مباراه الاساطير اللي كانت في الاهرامات، حاجه اكثر من رائعه، ومواقع وصحف عالميه اتكلمت على الموضوع ده بشكل كبير جدا. بعض المواقع العالميه قال لك تخيل انك بتلعب كوره و الباك جراوند بتاعك بتاع الملعب الاهرامات زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، هو ده الملعب بالمناسبه اللي هو الاعلانات عليه ده. تمام؟ والاهرامات على يمينك وشمالك وانت بتلعب، يعني منظر اكثر من رائع. طيب هتكلم بتفاصيل اكتر، نروح للاستاذ عصام شلتوت من الغردقه طبعا، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بحضرتك وكل مشاهدي مصر وقناه النادي الاهلي. طبعا اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن الاستعدادات النهائيه لحفل اليوم، التطورات ايه عند حضرتك؟ كله تمام، الباصات والعربيات بتنقل المدعوين بشياكه ونظام تستحق مصر العظيمه ومدينه الغردقه، وكل ده بايدي مصريه الحقيقه، شركتنا الوطنيه استادات وتلفزيون ناقل من الدوله تايم سبورت، وايضا رجل السياحه مستر كامل ابو علي، حاجه تشرف الحقيقه. كل شيء بيتم بدقه فعلا، يعني ما ينفعش اقول اجانب لان احنا مش اقل من حد امير طبعا دايما طبعا طبعا معاك كده، وبالتالي كل شيء في مكانه، نجوم العالم بيتواجدوا. الجديد انه كل هذه الوفادات يعني كانت على يقين ان يبقى ليها مكان في الحفل، عكس مثلا حفلات في بلدان اخرى لم يصل العدد بالارقام يعني لاقل من 30% من الموجودين هنا، حتى في ظل يعني الشهره وكذا والفائزين من نجوم كبار. يكفي ان ارسن فينجر طلب يزور المحميات بما يشير انه عارف مصر قبل ما يوصل لها يعني. وبالتالي يعني نجوم كسر الحقيقه، يعني حاجه تشرف وحاجه تقول ان احنا قدام ايفنت مهم، ايفنت فعلا يليق بمصر الجديده، يليق بمصر اللي خدت كاس التنظيم في الكان 2019 لو انت فاكر. طبعاً هذا الزخم من ما اطلق عليه السيد انفنتينو، يعني مونديال مش بطوله افريقيا. ساعات يعني او ساعتين تحديدا ويبدا احتفال على سواحل البحر الاحمر بتكريم الافضل في افريقيا من نجوم العالم. في مباراه للاساطير كمان النهارده هناك في سهل حشيش، صح يا استاذ عصام؟ طبعا. لكن ما هياش طبعا يعني المنافسه بقى، كانوا بيقولوا البعض حتى بضحك ان الماتش ابو نتيجه اللي كان عند سفح الاهرام ان النهارده يعني كده فك عضلات. ده الاهم يعني بتاع النهارده. طيب عايز اتكلم معاك بخصوص محمد صلاح يا استاذ عصام، اكيد حضرتك ليك وجهه نظر في القصه دي ومعلوماتك بالتحديد، هل محمد صلاح فعلا مش جاي ولا ممكن نلاقي في الاخر ان محمد صلاح جه، ورايك ايه في القصه دي؟ لا يعني الحقيقه مفاجاه، يعني ان صح التعبير ان دايما كلمه مفاجاه الناس بتحب تقولها عن حاجه كويسه، لكن مفاجاه لم نكن نتمناها يعني
ان مو صلاح يغيب ايا ما تكون الاسباب. يعني لن نذهب بعيد وصراع شركات او ما يعني ما شبه ذلك، لانه الناس في بلدك يا مو صلاح، وزي ما احنا فخورين بيك، قارتك فخوره بيك. استاد ماني نفسه في دكار عاصمه بلاده السنغال قال للناس وهي بتسقف له لما رقص حتى مع صلاح فوزا وطربا بفوزه: لا تشجعوني، شجعوا ابن القاره مو صلاح. يعني لا ادري كيف يعني غاب الليله، الحقيقه صعبه قوي على النفس يعني. لكن خلاص مؤكد ان هو مش جاي. مؤكد، لانه يعني الطيران مش وسيله مواصلات عاديه عشان نلاقي يعني المحطه الجايه حد طبعا قريب. طيب ده شيء برضو للاسف، يعني كنا نتمنى حضور محمد صلاح، لكن خلاص هي كده الجايزه لساديو ماني، وده يعني الاخبار اللي خارجه بتقول كده يا استاذ. وانا قلت يعني مع عمر ربيع ياسين انه ده برضو الخبر الذي لا تحب ان تفوز به، او السبق الذي لم اكن اتمناه يوم السبت الماضي في قناه الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، كان معنا على الهاتف من مدينة الغردقة، واستعدادات أو ما قبل الاستعدادات الأخيرة وكواليس حفل اليوم، حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في العام. خليني أقول لحضراتكم الجوائز عبارة عن إيه. أفضل لاعب في العام الأفريقي محمد صلاح مرشح، رياض محرز، ساديو ماني. بالمناسبة رياض محرز كمان مش جاي لأنه مرتبط بمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في بطولة الرابطة الإنجليزية، وبالتالي هو ساديو ماني اللي موجود. خلاص هي جايزه لساديو ماني يعني. لعيبه العام كمان في اكتر من لعيبه مرشحه، لعيبه كاميرونيه، نيجيريه، ومن جنوب افريقيا. بالنسبه للاعب العام في المسابقه الانديه الافريقيه، مسابقه الانديه الافريقيه، انيس البدري من تونس والترجي، طارق حامد طبعا نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، نتمنى له كل التوفيق، يوسف البلايلي من الجزائر، الترجي واهلي جده الحالي، لاعب افضل لاعب افريقي شاب اشرف حكيمي وصامويل تشوكويزي، وايضا فيكتور اوسيمين نجم نيجيريا وليل الفرنسي، مدرب العام بين اليو سيسي السنغالي وجمال بالماضي مدرب الجزائر، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي، مدرب العام الافريقي لفريق السيدات مدرب كاميروني وجنوب افريقي ايضا ونيجيري، منتخب العام الافريقي للرجال الجزائر ومدغشقر والسنغال هم اللي بيتنافسوا افضل منتخب مين. يعني اعتقد الجزائر هتاخدها عشان هم افضل منتخب وفازوا بالبطوله عن جداره في الحقيقه في مصر. منتخب العام الافريقي للسيدات الكاميرون ونيجيريا وجنوب افريقيا بيتنافسوا ايضا بالنسبه لمنتخبات السيدات. حدث مهم جدا هنتابعه باذن الله بالليل، هينطلق الساعه 9 مساء، وان شاء الله يخرج بالشكل اللي يليق بتنظيم مصر الدائم المميز في جميع المحافل العالميه والايفنتات اللي بتبقى مهمه جدا وبنتمتع بيها في الحقيقه لما مصر بتنظمها بكل تاكيد. طيب دي كانت بعض الاخبار مع بدايه الحلقه، خلينا نروح نشوف اهم عناوين الاهلي في الصحف النهارده اللي كتب عن النادي الاهلي. يلا بينا. الاهرام: الاهلي يناور لوزرن السويسري والفريق يغادر لزيمبابوي. الاخبار: الاهلي يقايض كهرباء افريقيا، تعثر صفقه اليكي، وفايلر يعدد مكاسب الفوز على اف سي مصر. الجمهوريه: بعد قيده افريقيا، كهرباء يقود الاهلي امام بلاتينيوم والبحث عن مهاجم افريقي في الانتقالات الشتويه. المصري اليوم: المقابل المادي يعرقل انتقال اليكي للاهلي، ارتياح بعد تخطي مصر بثلاثيه، قيد كهرباء افريقيا وفايلر يمنح اللاعبين راحه. في الشروق: الاهلي يصرف النظر عن التعاقد مع النيجيري اليكي، مصدر نادي لوزرن متمسك باللاعب بعد تغيير المدرب وقيد كهرباء في القائمه الافريقيه. اليوم السابع: السومه والبلايلي وموسى مرشحون لخلافه ازارو في الاهلي، سعد سمير يعود الى المانيا، وفايلر يتحدث عن تالق افشه وسبب كسره الانذارات الحمراء بعد عبور نادي مصر. الاخبار المسائي: نقطه الصفر، الاهلي يفتتح السيناريوهات في ملف الصفقه الشتويه ويغلق صفحه الدوري. الاهرام المسائي: المحاوله الاخيره في الاهلي، ملف التجديد لفايلر مع الخطيب، وصالح وحسين يطلبان الرحيل، مفاوضات مع لوزرن لتخفيض صفقه اليكي لانهاء ازمه الهجوم. الدستور: الاهلي يقيد كهرباء افريقيا، أشعة لمحسن، وديانج يغيب أمام طنطا. المسا:
قبل السفر غدا فايلر خائف من امطار زيمبابوي، لاعبو الاهلي يحملون الاحذيه الخاصه تحسبا للعب على ارضيه مبلله. نبتدي بالاهرام، واتكلمت عن النادي الاهلي النهارده واستعداداته بالتحديد للمباراه القادمه، وكمان التطرق لملف المهاجم الجديد. الاهلي يناور لوزرن السويسري والفريق يغادر لزيمبابوي. الفريق هيغادر لزيمبابوي، احنا اتكلمنا في الجزئيه دي بتفاصيل كبيره جدا مع الانترو الخاص بحلقه اليوم، لكن بالتحديد فيما يتعلق بخصوص مناوره الاهلي للوزرن السويسري، يا جماعه الموضوع كله عباره عن ايه؟ عباره عن اسماء مطروحه على طاوله المسؤولين في النادي الاهلي للتعاقد مع واحد منهم. طيب هل ممكن إليك يكون من الأسماء اللي معروفة أو الأسماء اللي ليها أولوية التعاقد؟ ممكن جدا. طيب هل النادي الأهلي خلاص ملف إليك يتقفل؟ المفاوضات فشلت؟ ما نقدرش نقول كده، ما نقدرش نقول كده. هتقولي ما مستر فايلر قال مش عارف صحيفة سويسرية وكلام من ده، هقول لك برضو مش مؤشر، ممكن تكون النسب قلت شوية. يعني ممكن مثلا لو من 3 4 أيام النسب كانت 60-70%، دلوقتي بقت أقل من 50% كنسب. لكن هل الموضوع فشل او نجح؟ لا، ده لسه ما نعرفوش، هنعرفه على مدار الايام القادمه. بالمناسبه ممكن جدا جدا نلاقي الاهلي تعاقد مع لعيب في مركز تاني خالص معايا. يعني ممكن بدل ما احنا كنا هنجيب مهاجم وكان مطلب مستر فايلر مثلا مهاجم، ممكن المدير الفني نفسه يغير رايه ويقول لك لا انا عايز مدافع. ليه؟ بعد اصابه بالتحديد سعد سمير. دي ممكن تخلي التفكير يتغير، وممكن تكون من الاسباب اللي خلت النسب تقل في صفقه اليكي او اي مهاجم كان الاهلي بيفكر فيه. طيب احنا الفتره الجايه عايز اقول لحضراتكم اطمنوا من الاخر، يعني الفتره الجايه هتلاقوا صفقه كويسه باذن الله، باذن الله هيقدر يتعاقد مع النادي الاهلي. الناس شغاله بشكل ممتاز، وباذن الله باذن الله هتتبسطوا من صفقه جديده هتكون حلوه قوي للنادي الاهلي ان شاء الله، يعني هتكون اضافه باذن الله. ده فيما يتعلق بجريده الاهرام. الاخبار وبتتكلم عن قيد كهربا افريقيا، وده كان خبر امبارح وخلاص، يعني كهربا موجود مع النادي الاهلي في القائمه الافريقيه بعد التعاقد معاه بشكل رسمي ومشاركته كمان في المباراه الاخيره، وان شاء الله يكون اضافه قويه لزملائه المميزين جدا في قائمه النادي الاهلي الافريقيه. والهدف في الاخر كل واحد ان احنا باذن الله ناخد البطوله الغايبه دي. تعثر صفقه اليكي، كلها بقى الناس كلها بتجتهد والناس بتتوقع، والحقيقه هنعرفها قريب باذن الله. وفايلر يعدد مكاسب الفوز على اف سي مصر من خلال كلامه في المؤتمر الصحفي، واحنا كان عندنا مكاسب عديده من هذه المباراة زي مثلا مشاركة كهربا، مشاركة محمود متولي كلاعب في نص الملعب، عودة مروان محسن للتهديف، ده أمر مهم جدا رغم الإصابة اللي لحقت به مع نهاية المباراة. أمور كتيرة جدا قدر النادي الأهلي يخرج بيها بشكل إيجابي من مباراة اف سي مصر، وقبل مباراة غاية في الأهمية أمام بلاتينيوم. إن شاء الله الكل يكون جاهز، وإن شاء الله الكل يكون متحفز لفوز مهم في البطولة بإذن الله تعالى. نروح للجمهورية واللي بتتكلم عن كهربا ايضا بعد قيده افريقيا، يقود الاهلي امام بلاتينيوم. هنشوف بقى كهربا هيكون متواجد كاساسي كبديل، دي كلها امور متعلقه بالمدير الفني، هو اللي يقدر يحدد الجزئيه دي. البحث عن مهاجم افريقي في الانتقالات الشتويه، هو خليني اعدلها بس لحضراتكم، البحث عن صفقه مميزه في الانتقالات الشتويه. الاهلي ناقص له مكان بس يبدله، هو شال سعد سمير من القايمه وحط كهربا، ناقص مكان كمان هيشيل لاعب اخر ويحط اللاعب الجديد. هل الاهلي هيجيب لاعب جديد؟ هيجيب لاعب جديد. امتى؟ التوقيت اللي هيعلن عنه المسؤولين في النادي الاهلي، لكن الاهلي بيبحث عن صفقه جديده ومستقر عن بعض الاسماء او على بعض الاسماء، هيختار ما بينهم وهيخلص مع واحد فيهم باذن الله تعالى على مدار الشهر ده. نروح للشروق. الشروق بتتكلم على ان الاهلي يصرف النظر عن التعاقد مع النيجيري اليكي، اوكي ماشي معلومتهم كده مفيش مشكله خالص، وممكن في الاخر تلاقي الصفقه نجحت، او ممكن في الاخر تلاقي الاهلي جاب لعيب تاني اصلا غير اليكي، زي ما احنا متعودين دايما النادي الاهلي. يعني مصدر بنادي لوزرن متمسك باللاعب بعد تغيير المدرب، يعني نادي لوزرن ان هم جابوا فعلا مدير فني جديد، فممكن المدير الفني ده مش عايز اليكي يمشي، اتفرج على فيديوهات للاعب مثلا او عنده خلفيه عن امكانيات اللاعب فهو محتاجه خلال الفتره الجايه، ممكن تكون دي من الامور اللي تعطل اي صفقه، يعني عادي بتحصل. قيد كهرباء في القائمه الافريقيه ده عرفناه. خلينا نروح لخبر اخر من اليوم السابع، واليوم السابع بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على السومة والبلايلي وموسى ان هم مرشحون لخلافه ازارو في الاهلي. طيب احنا الفتره اللي فاتت الصحافه المصريه كلها كانت مركزه على ايه؟ مركزه على اليكي، فالنسب قلت شويه عند اليكي فابتدينا نحط خيارات اخرى. هل الخيارات دي موجوده مرشحه عند المسؤولين ليها اولويه؟ موضوع الاولويه ده احنا ما نعرفوش، لكن ممكن تكون مرشحه، ممكن تكون مرشحه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، يعني ممكن يكونوا اسماء مرشحه ممكن.
لكن في حد فيهم ليه الاولويه؟ في حد فيهم بدا الاهلي التفاوض معاه؟ لا، بشكل رسمي لحد دلوقتي الاهلي ما بداش التفاوض مع اي اسم من دول. طبعا عمر السومه لعيب جامد جدا، هداف يعني، الراجل بيجيب اجوان من قبل ما يلعب اساسا يعني. والبلايلي نجم كبير قوي، نجم المنتخب الجزائري والترجي والاهلي السعودي الحالي، وايضا احمد موسى النجم النيجيري مهاجم ممتاز. لكن هي كاسماء ثلاث اسماء كبار جدا، اي واحد فيهم هيكون اضافه للنادي الاهلي. لكن هتترتب على ايه؟ هتترتب على مستوياتهم خلال الفتره الاخيره، رغبات المدير الفني للنادي الاهلي، المقاومات الانسب لفكر مستر فايلر. هو اللي هيختار لو الثلاثه دول مرشحين او غيرهم يعني، هو اللي هيختار الافضل لخططه وتكتيكه خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. فهو الادرى بالتعاقد مع مين مش في الثلاثه في المطروحين، عشان كلام يبقى واضح ومحدد يعني. فهنشوف خلال الفتره اللي جايه. احنا دايما بنحاول نطمن حضراتكم ان احنا نعلن عن حاجه كلام من ده، النادي الاهلي هو هيعلن بشكل رسمي. بس طيب، سعد سمير يعود الى المانيا. سعد سمير اصلا في المانيا، هو ما رجعش من المانيا، هو ممكن قصدهم يعود من المانيا. يعود من المانيا، هم كاتبينها صح، هي مكتوبه هنا عندي. يعود من المانيا قريب، خلال خمس ست ايام بعد انتهاء المرحله الاولى من العلاج من اصابه واتر اكيلس. فايلر يتحدث عن تالق قفشه اللي ماشي بشكل ممتاز مع النادي الاهلي بصراحه. من اول ما جيت تحس ان اللعيب ده بقاله 10 سنين بيلعب جوه الاهلي، مفيش بقى لا محتاج انسجام ولا ماتشات كتير ولا كلام من ده. الراجل فارق فعلا بشكل ايجابي جدا مع النادي الاهلي، وده واضح. فايلر يتحدث عن تالق قفشه وسبب كثره الانذارات، هو تطرق لموضوع كثره الانذارات ده بخصوص مثلا ايمن اشرف او لاعبي وسط الملعب ديانج مثلا اللي هيجيبه على مباراه طنطا. قال لك مراكزهم هي كده، طبيعي ان هم يتعرضوا لانذارات وكلام من ده. والتصريح ده بالذات مهم قوي. ليه؟ أكيد حضراتكم فاكرين على مدار السنوات فاتت كده كان يجي مدير فني يقول لك إيه، أصل طبقا للظروف اللي بيمر بيها الفريق فإحنا عملنا مباراة كبيرة وعملنا شكل جيد وكسبنا في ظروف صعبة جدا، ولازم نبين كلمة إن الظروف كانت صعبة. في مديرين فنيين كانوا بيعملوا كده، حضراتكم عارفينهم كويس قوي. لكن الحلو قوي في مستر فايلر إن هو مش بيختلق لنفسه ظروف، مش بيختلق لنفسه أزمات، مش يقول لك أصل أنا عندي إنذارات وفي إيقافات فمعلش أنا كده عندي مشكلة في الفريق، فلو كسبنا يبقى يعني حلو قوي يبقى رضا. لا، الراجل مش حاطط لنفسه اي حاجه بصراحه من الاخر، وده بيأثر بالنفع وبالايجاب على اللاعبين، اللي هو ايه، انت مالكش حجه، انت جاهز وكل القايمه جاهزه، اللي يلعب لازم يؤدي المطلوب منه، وده اللي بيحصل بصراحه الفتره اللي فاتت، على مدار الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما جه مستر فايلر، والراجل بصمته باينه جدا على الفريق من خلال اللاعبين. اي لاعب بيلعب موجود. زمان كنا بنقول الاهلي بمن حضر، ده حقيقي، بس المرة دي فعلا الاهلي بمن حضر وجاهز كمان. لان انت ممكن الاهلي بمن حضر عشان اسم الاهلي كبير تكسب، طبيعي جدا، لكن الجاهزيه ما كانتش بتبقى موجوده عند البعض اللي ما كانش بيلعب كتير. دلوقتي الجاهزيه موجوده عند كل القايمه، ودي جزئيه مهمه جدا كان مركز عليها مستر فايلر من اول ما جه وتولى قياده النادي الاهلي ونجح فيها واتت بثمارها في الحقيقه في الفتره الحاليه اللي احنا شايفينها، واللي بتشهد بعض الاصابات اللي ممكن تكون مؤثره او اللي كنا متخيلين ان هي هتبقى مؤثره على النادي الاهلي، سواء رمضان صبحي او حمدي فتحي. بنلاقي اللي بيعوضهم وبنلاقي اللي بيتالق وبيحقق المطلوب، ده امر مهم جدا. نروح للاخبار المسائي. نقطه الصفر، الاهلي يفتح السيناريوهات في ملف الصفقه الشتويه ويغلق صفحه الدوري. اغلق صفحه الدوري خلاص، الاهلي اغلقها مؤقتا وبيركز طبيعي جدا في التحدي الافريقي اللي جاي ليه واهم المباريات زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه. لكن السيناريوهات في ملف الصفقه الشتويه كلام كتير بقى هيفضل موجود لغايه ما الاهلي باذن الله يعلن عن صفقته، وان شاء الله باذن الله هتتبسطوا من صفقه كويسه. نروح للاهرام المسائي. والاهرام المسائي بيتكلم على ايه؟ المحاوله الاخيره في الاهلي، ملف التجديد لفايلر مع الخطيب. يا جماعه الموضوع غير مطروح حاليا، على اقل تقدير حاليا. الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه. هتقولي ما احنا كنا بنقول الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه قبل كده لما كان المدير الفني في كلام كتير جدا عليه، دلوقتي الناس كلها متفقه على مستر فايلر. ماشي، ما فيش مشكله. بس في نفس الوقت احنا سايبين او النادي سايب المدير الفني بيركز في الفتره الحاليه في المباريات، ضغط المباريات والكلام ده. هيجي وقت لفتح الملف لو رغب المسؤولين في النادي الاهلي ورغب مستر فايلر في تجديد العقد. العقد ممتد لمدة موسم قابل للتجديد، الموسم لآخر الموسم ده يعني، وقابل للتجديد. اتفق الطرفين على التجديد، هيحصل. هيكون بناء على ايه؟ بناء على النتائج، بناء على الأهداف المطلوبة. وبالمناسبة ممكن انت في هدف تبقى حاطه، لكن عندك مدير فني جيد جدا هيقدر، ده هيبان بشكل أكبر. احنا يا جماعة لسه في بداية الموسم، ده هيبان في المراحل المقبلة يعني، حتى ما جيناش في نص الموسم سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا يعني.
فهيبان بشكل اكبر مع التحديات الكبيره والمباريات الصعبه اللي هناخدها. هل احنا كده بنقلل مستر فايلر؟ لا اطلاقا، مدير فني ممتاز بدون مبالغه، احنا ما بلغش، واكيد حضراتكم مقتنعين جدا بالمدير الفني ده، نتائجه بتقول كده، اداء اللاعبين في الملعب بيقول كده، وتفكيره وخططه وحلوله في المباريات بتدل على انه مدير فني كوتش يقدر يغير المباريات كمان بالتحديد في الشوط الثاني، وده امر كان محتاجه جدا النادي الاهلي. موضوع الملف التجديد ده لسه مش دلوقتي. صالح وحسين بيطلبان الرحيل. انا اتفهم جدا ان اي لعيب ما بيلعبش هيبقى عايز يمشي، ما فيش اي مشكله يعني، ممكن يطلب، عشان برده ما يبقاش ان احنا بنتكلم بغير منطقيه. لكن ده برده هيترتب على ايه؟ على الخطط الخاصه بالمدير الفني. واحد زي حسين السيد طبعا لعيب كبير جدا وممتاز، لكن في نفس الوقت في مثلا 2 3 في مركزه، عندك ايمن اشرف، علي معلول، ومحمود وحيد. فممكن ان هو كلاعب شايف ان فرصه تكون ضعيفه، فممكن ان هو يطلب انه يمشي. في الاخر النادي الاهلي هيشوف ان مصلحه الفريق انه يمشي ولا ما يمشيش، ده القرار اللي هيبان على مدار الشهر الحالي، شهر يناير اللي فيه سوق الانتقالات مفتوحه الشتويه. فممكن حسين يجي له عرض من السعوديه مثلا، من الامارات، خليج يعني بشكل عام، ممكن يجي له من الدوري المصري. الانسب هيكون ايه؟ هل بقاء حسين السيد او رحيله؟ نفس الحال بالنسبه لصالح جمعه، هل انا هحتاج صالح جمعه خلال الفتره الجايه؟ كامكانيات طبعا لعيب جامد جدا، كجاهزيه دي محل تقييم من الجهاز الفني، هو اللي يقدر يحدد صالح جاهز بدنيا وفنيا عشان يلعب، هيلعب، مش جاهز مش هيكون موجود، مش هيلعب. فبالتالي ممكن يلجا النادي الاهلي لاعاره صالح، هيبان برده على مدار الشهر الحالي. قرارات نهائيه لحد دلوقتي لسه بسبب الظروف اللي بتتغير كل يوم، من حيث الاصابات، ايقافات، ظروف بيتعرض ليها الفريق، فبالتالي ممكن تلجا لواحد ما كانش في حساباتك اصلا خلال الفتره اللي فاتت. فده الطبيعي في كره القدم يعني. مفاوضات مع لوزرن لتخفيض صفقه اليكي لانهاء صفقه ازمه المهاجم. كل الامور وارده، نقدر نعلق كده بس يعني. الدستور، الكلام على قيد كهرباء افريكان خلاص، ده كان امبارح اشعه المروان محسن، لان هو كان جاله كدمه في وجه القدم بعد مباراه الاف سي مصر اللي تالق فيها مروان محسن واحرز هدفين. فبالتالي الاشعه دي هتحدد مدى جاهزيه مروان للعب للمباراه القادمه امام بلاتينيوم. ديانج يغيب امام طنطا بسبب الانذارات المتراكمه. نروح للمسا، وقبل السفر غدا فايلر خائف من امطار زيمبابوي، والكلام على ان في امطار كتيره جدا، سفاره يعني يمكن كان سفاره مصر هناك في زيمبابوي، قالوا ان في امطار كتيره والاجواء المناخيه غير مستقره شويه، فلاعبوا النادي الاهلي يحملوا الاحذيه الخاصه تحسبا للعب على ارضيه مبلله. ده طبيعي جدا جدا، الاهلي بيبقى عامل حساباته على كل الامور يعني، ما بيسافرش وما بيبقاش عامل حسابه على حاجه يعني، ده امر مهم جدا. طيب خلينا نروح لاخبار الاهلي في مواقع النهارده، يلا بينا. اليوم السابع، سفارة مصر في زيمبابوي تحذر بعثة الاهلي من الامطار قبل مواجهة بلاتينيوم. سوبر كور، الاهلي واصل رحلة البحث عن مهاجم اجنبي. مبتدا، الاهلي يبحث ضم السومة على سبيل الاعاره. سبورت 360، مفاوضات شفافيه بين الاهلي المصري وثلاثي الدوري السعودي. 1-3، 3 صفقات جديده في بلاتينيوم من قبل مواجهه الاهلي. نبتدي بسوبر كورة، واللي بتتكلم على ان الاهلي واصل رحلة البحث عن مهاجم اجنبي، كلام هو والكل بيتكهن بيتوقع، والاهلي هيتحرك في اتجاه مين بعد تعثر صفقة اليكي. بالمناسبة يعني ما بنقولش ان الصفقة تعثرت رسمي يعني، بس الفرص هي اللي قلت زي ما شرحنا لحضراتكم. رحلة البحث شغالة، مش موضوع ان انا بدور وخلاص، موضوع ان انا عندي اسماء خلاص محدده انا بختار ما بينها بس كده مش اكتر، لكن مش لسه هستنى هتفرج على لعيب واقرر اجيبه ولا لا وكلام من ده، لا، الناس عامله حساباتها على كل شيء، مسؤولين عن الكره بالتحديد في النادي الاهلي، سواء لجنه التخطيط او المدير الفني يعني. التنسيق ماشي بشكل جيد جدا بالمناسبه، لان البعض بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك في خلافات ولجنه التخطيط عايزه مدافع ومدير فني عايز مهاجم وكلام من ده، مفيش يا جماعه خلافات دي خالص، والتنسيق على اكمل وجه واحسن وجه ما بين لجنه التخطيط والمدير الفني، مفيش اي مشاكل خالص يعني. مبتدا كلام عن عمر السومه،
بحث ضم اللاعب على سبيل الاعاره، ممكن يكون مقترح مثلا او حاجه، لكن لغايه دلوقتي يا جماعه مفيش حاجه رسمي. سبورت 360 فوضات شفهيه، انا ما بعترفش باي حاجه شفهيه. سبورت 360 ما بعترفش باي حاجه شفهيه. الخبر اللي بعده بخصوص لاعبين ثلاثي الدوري السعودي، بيقول لك عمر السومة برضو البلايلي واحمد موسى، وبيقول لك ان في مفاوضات شفهيه من الاهلي معاهم. يعني الشفهي ده ما تعترفش بيه، انت تعترف بالرسمي على طول. هل في رسمي؟ ما فيش اي حاجه رسمي. هل هي اسماء كبيره ممكن تكون مرشحه؟ اه طبعا اسماء كبيره ممكن تكون مرشحه. 1 3 ثلاث صفقات جديده في بلاتينيوم قبل مواجهه الاهلي. بلاتينيوم استغنى عن سته لاعبين وتعاقد مع ثلاثه اخرين، وعندهم مدير فني جديد، ما اعتقدش انه هيبقى موجود في مباراه الاهلي، هيبقى بعد مباراه الاهلي، مدير فني هولندي. فهنشوف. هو جابوا لاعب وسط وظهير ايسر يعني من ضمن الثلاثه، واكيد بيستعدوا للمباراه المقبله بشكل جيد ان شاء الله. نتمنى لهم عدم التوفيق، والتوفيق كله يكون حليف في النادي الاهلي خلال هذه المباراه تحديدا، وما تبقى من مباريات في دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا. نروح للاخبار المحليه والعالميه، نشوف. يلا، بوابة اخبار اليوم. الليله حفل اسطوري في مصر لاعلان جوائز الكاف 2019. سوبر كورة، كاف لم نتلقى خطابات من محمد صلاح بشأن الاعتذار عن حضور جائزة الأفضل بإفريقيا. البوابة سبورت، رسميا ليفربول يخطر كاف بعدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل. الفجر الرياضي، رئيس اتحاد الكرة الدولي لكرة القدم يصل مطار الغردقة الدولي لحضور حفل الكاف. المصري اليوم، أساطير العالم يشاركون في مباراة استعراضية على شواطئ سهل حشيش اليوم. اليوم السابع، اتحاد الكرة يوحد المكافآت والرواتب لمنتخبات الناشئين. بوابة الأهرام، الفيفا يرفض مشاركة مواليد 2005 و2006 مع منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بتصفيات المونديال. صدى البلد بعد أنباء اقترابه من ميلان، وكيل النني اللاعب مستمر مع باشكتاش. يلا كورة، الأولوية للفرنسي، تقارير باريس في طريقه لتجديد عقدي مبابي ونيمار. في الجول، أوباميانج ينفي تقارير رحيله عن أرسنال. طيب، حفل الجوائز النهارده، حفل الكاف الخاص بجوائز الافضل في القاره، احنا اتكلمنا في الجزئيه دي، والنهارده باذن الله الساعه 9 بالليل. اكيد كلنا نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح، لكن خلاص هو ساديو ماني هو افضل لاعب في افريقيا، وبصراحه يستحق. يعني لعيب قدر ان هو يحقق انجازات كتيره جدا حققها محمد صلاح، لكن اللي فرق مع ساديو ماني هو تاهل مع منتخب بلاده لنهائي كاس الامم الافريقيه امام الجزائر. هم خسروا النهائي اه، بس هو عمل مجهود كبير وعمل يعني موسم رائع، فاكيد هو اللي يستحق في كل الاحوال. يعني الكلام بقى في سوبر كوره وفي البوابه سبورت عن هيحضر محمد صلاح مش هيحضر الكاف. قال لك لم نتلقى خطابات، ده من سوبر كوره، من محمد صلاح بشان الاعتذار عن حضور جائزه الافضل بافريقيا. وبعديها بالبوابه سبورت، رسميا ليفربول يخطر الكاف بعدم حضور محمد صلاح في الافضل. فهو خلاص محمد صلاح مش هيحضر، يعني كده الانباء اصبحت اكيده. يعني زي ما تاكدنا كلام الاستاذ عصام شلتوت من شويه، الناقد الرياضي الكبير المتواجد هناك. ف يعني هنعلق عليها الجزئيه دي بعد انتهاء الحفل بكل تاكيد. الاهم الحفل يخرج بالشكل اللي يليق بمصر، ده الاهم في كل الاحوال. طيب خلينا اخد بعض الاخبار العالميه كمان، بالتحديد من صدى البلد، والكلام على محمد النني. محمد النني بعد انباء اقترابه من ميلان، وكيل النني اللاعب مستمر مع باشا، اكتشف الفتره اللي فاتت يمكن والد محمد النني طلع قال ان اللاعب جاله عرض من ميلان وانه بيدرس الانتقال لميلان الايطالي وكلام من ده. لكن الوكيل بتاع محمد النني النهارده بيصرح وبيقول ان محمد النني مكمل مع باشكتش عقده لاخر الموسم، بعد ما ينتهي الموسم ده هنشوف الامور هتستقر على ايه باللاعب. طيب يلا كوره، والكلام على باريس سان جيرمان وسعيهم لتجديد عقدي نيمار ومبابي. الاولويه لمبابي، لعيب طبعا فيه اهتمامات كبيره جدا من انديه في كل مكان في العالم، طبعا من افضل اللعيبه في العالم مفيش نقاش. مبابي، ريال مدريد وزيدان مهتمين باللاعب جدا بكل تاكيد، انديه اخرى يعني، لكن باريس سان جيرمان بيحاول ان هو يجدد عقد مبابي، واللي اعتقد هيبقى اعلى قيمه ماديه يعني في اوروبا اعتقد يعني.
نفس الحال بالنسبه لنيمار، واللي كان الكلام ان هو هيمشي قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن هو كمل حتى الان، هيحاولوا ايضا ان هم يجددوا عقده. بالنسبه لاوباميانج من في الجول برضه الكلام كان الفتره اللي فاتت على ان اوباميانج عايز يروح لفريق يلعب في دوري ابطال اوروبا، خصوصا بعد النتائج المهتزه لارسنال هذا الموسم في الدوري الانجليزي، لكن اوباميانج بنفسه طلع اتكلم وقال يا جماعه الكلام ده غير حقيقي، والناس كلها بتحاول تختلق بعض الاخبار، وبيطلب من الناس ان هم يركزوا في اللي بيحصل في الملعب، وقال ان هو مبسوط جدا بتواجد في ارسنال، ويتمنى ان هو يرجع ارسنال لمنصات التتويج، وده احد اهداف الرئيسيه بالنسبه لاوباميانج اللاعب الجابوني الشهير. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. هروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لينا الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده اس الاسبانيه، وهنتكلم معاه في بعض الامور الهامه جدا محليا وعالميا، وكمان اخبار الاهلي. استنونا بعد الفاصل. الأستاذ خالد عامر الناقد الرياضي موقع جريدة الأهلي الأسبانية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا خالد أهلا بيك. صباح مساء الفل. منورنا. إيه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه النهاردة، خلينا نبتدي بالنادي الأهلي، وبالتحديد رأيك إيه على مدار الفترة اللي فاتت في الفريق، ومدى جاهزية النادي الأهلي لتحقيق أهدافه، لأن ده الأمر الأهم. الأهلي الفترة اللي فاتت ماشي بشكل جيد جدا، لكن الأهداف هل الأهلي قادر على تحقيقها، سواء فيما يتمثل بالفوز ببطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا من وجهة نظرك؟ طيب خلينا نبدأ أولا ببطولة الدوري. الأهلي ماشي بشكل أكثر من رائع، 10 انتصارات، رابع أفضل بداية للدوري على مدار التاريخ بعد 2001 و2005 و2011 2005 2006 و2011 ثبات في المستوى بشكل كبير جدا من اللعيبه. عمليه الروتيشن اللي ريني فايلر بيعملها ما بتاثرش على السيستم المحطوط. شايفين ريني فايلر على مدار الفتره السابقه لعب بثلاث خطط مختلفه. ثلاث خطط بدا 4-3-3 بارتكاز 1 و2 بوكس تو بوكس. الماتش اللي بعده لعب 4-2-3-1 اللي هي الخطه المعتاده. وبعدين 4-1-4-1. فاحنا شايفين اكتر من خطه بيتم تطبيقها، وفي كل الخطط في ثبات في مستوى اللاعبين، وفي سيستم محطوط بيتم المدوره من خلاله. كويس. وده حاجه صعبه جدا للناس اللي بتلعب كوره وفاهمه يعني ايه عمليه انسجام ودخول في الريتم والحاجات اللي احنا عارفينها. دي عمليه صعبه قوي، ان انت يبقى عندك عدد من العناصر المصابه اللي بتطلع، فبتغير الخطه عشان خاطر توائم اللعيبه اللي موجودين، وما تحسش ان انت خسرت حاجه او ما تحسش ان في رتم مختلف. كان قبل كده يا خالد الاهلي بيتاثر بغياب بعض اللاعبين، وبالتالي كنت بتلاقي ان ايه الخطه زي ما هي، واللاعبين اللي مش جاهزين بتحاول ان هم يبقوا جاهزين يطبقوا نفس الخطه، لكن انت بتتكلم في جزئيه مهمه قوي وهو التنوع الخططي بالنسبه للمدير الفني، وده امر جديد في الحقيقه بالنسبه للمدير الفني موجود دلوقتي مع النادي الاهلي. ده حقيقي. يعني احنا يعني كنت معاك برضو في بدايات رينيه فايلر، وقلنا ان هو بيفكرنا شويه بمانويل جوزيه، ونطمح ان هو يفكرنا اكتر بمانويل جوزيه على مستوى البطولات يعني. بس هو يعني لو اتكلمت تحديدا عن الـ عن الـ عن المساله الفنيه، من ايام مانويل جوزيه لحد النهارده انا ما شفتش واحد بيغير الخطه في وسط الملعب، ما شفتش مدرب عنده القدره في وسط المباراه في وسط المباراه عنده القدره على ان هو يغير شكل الملعب اكتر من مره زي ريني فايلر ما بيعملها من ايام مانويل جوزيه. يعني ايام مانويل جوزيه احنا كنا فاكرين شجره الكريسماس المعتاده 4-3-2-1، بس في نص الملعب ممكن تتغير 3-5-2، ممكن تتغير 4-3-3، بتتغير اكتر من مره. دلوقتي احنا بنشوف ده، بنشوف لعيبه بتطلع ولعيبه بتنزل. ممكن بتحس ان هو بيلعب مركز بمركز، بس خلي بالك مستر مانويل جوزيه كان في 3-5-2 برضه، هو ابتدى يعني كان موجود مع النادي الاهلي في الولايه الاولى والثانيه تحديدا، لعب 3-5-2 كتير. لعب 3-5-2 لا ما انا عارف، انا بقول لك هو بدا مع الاهلي 4-3-2-1 اللي هي شجره الكريسماس، باحمد بلال وتحتيه خالد بيبو ورضا شحاته وخط الوسط وهكذا. بس هو كان بينوع اللعب، عنده 3-5-2 وعنده 3-4-3 وكان بيلعب باثنين مهاجمين احيانا، فاهم قصدي؟ فهو التنوع ده ما شفناهوش من ايام مانويل جوزيه لحد رينيه فايلر. رينيه فايلر بيعمل كده، بيعمل كده في فترات محدوده جوه كل ماتش، بس هو اقصد على
يعني من ماتش لاخر ما عندوش مشكله ان انا الماتش بتاع النهارده هلعب 4-3-3، الماتش بتاع بكره هلعب 4-1-4-1، الماتش بتاع بعد بكره هلعب 4-2-3-1، بحسب المنافس وبحسب اللاعبين المتاحين ومين الاجهز من وجهه نظره لتطبيق الخطه. كويس. فانا لا انا يعني على مستوى الدوري ريني فايلر عاجبني جدا. ننتقل الى الحلم الاهم الافريقي. بس عايز قبل ما نروح لافريقيا عايز اتكلم برضو على مستوى الدوري وعلى التغير اللي بيعمله مستر فايلر بالتحديد. يعني كان الاول كان يقول لك ايه، انا عندي لعيب مثلا زي رمضان صبحي اتصاب او باش رمضان ممكن تلاقي حد يلعب في المكان ممكن ما يبقاش نفس الكفاءه مثلا او مش نفس المستوى اللي انت بتنتظره من رمضان، لان رمضان لعيب كبير في كل الاحوال. لكن عايز اتكلم مثلا على حمدي فتحي. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ايه، لما غاب حمدي فتحي الخطه نفسها اتغيرت. في الاول لعبت بسوليه قدامه اثنين بالظبط، قفشه وكان وليد سليمان كده صح. فالامر ده بتشوف هل ايجابي في صالح الفريق على مدار مراحل بعيده مقبله، التنوع التكتيكي والخططي، ولا التركيز على خطه واحده تحفظها اللاعبين يفضلوا يلعبوا بيها عشان يبقوا حافظين صم زي ما بيقولوا ويقدروا ينفذوا الفكر ده؟ بص، هو لا، التنوع التكتيكي طبعا مفيد، افضل طبعا. بس خليني اقول ليه مفيد لان انت تحديدا في الحلم الافريقي اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه. لانه في افريقيا وباذن الله في كاس العالم للانديه انت بتلعب مدارس مختلفه بطبيعه لاعبين مختلفين، من المنطقي جدا ان انت مش هتلعب بنفس الريتم قدام كل الفرق. فلازم يبقى عندك وعي تكتيكي وعندك تنوع ومرونه خططيه في الملعب. سواء من ريني فايلر او سواء اللعيبه اللي هيشربوا فلسفه ريني فايلر عشان يعرفوا يطبقوا. فالتنوع التكتيكي لا، حاجه ما تضرش الفريق خالص، بالعكس. الاهم من التنوع التكتيكي عشان خاطر تقدر توصل للتنوع التكتيكي دوت والوعي الخططي اللي بيخليك تبقى فاهم كل الخطط اللي انت حفظتها، ان انت يبقى عندك في الاساس خطه واحده بتلعب بيها وشاربها. هي دي الاساس بتاعي بالظبط، وشاربها تماما، لكن حسب مجريات الامور والمباراه وكلام من ده انا اقدر اعدل. الله يفتح عليك. هي دي عايزه مقاومات لعيبه كويسه كمان. طبعا. والاهلي مليان لعيبه بمقاومات عالميه. لازم يبقى عندك نقطه الانطلاق، انت الخطه بتاعتك اللي انت بتلعب بيها هي 4-3-3 بارتكاز واحد واثنين بوكس تو بوكس قدامه وجناحين وراس حرب صريح. نقطة الانطلاق دي الخطة الأساسية؟ 4-3-3 أو 4 يعني هي 4-2-3-1. لا ده لا، هو ما بيلعبش 4-2-3-1، هو بيلعب 4-3-3 أو 4-1-4-1. أنا بتكلم ما قبل إصابة حمدي فتحي. 4-1-4-1 برضه. 4-1-4-1 يعني حمدي فتحي ما كانش ارتكاز مع السولية، كان بيكمل مع قفش. حمدي فتحي كان هو الارتكاز والسولية هو اللي كان بيكمل مع قفش. أو العكس، أو بيتبادلوا المراكز. بيتبادلوا بالظبط، ودي نقطة من الحاجات برضه المميزة في ريني فايلر، إن هو عنده اثنين بيجيدوا اللعب في مركز الارتكاز. فمش مخلي واحد ثابت بحيث ان هو يبقى كجلمود صخر يعني، فاهم قصدي؟ لا، هو السوليه ارتكز، حمدي فتحي بيتقدم. حمدي فتحي ارتكز، السوليه هو اللي صح بيتقدم. صح. حاله التنوع والحريه الحركيه بالنسبه للعيبه بتخلي اللعيبه اللي قدامك حتى مش عارفه تمسك مين، مش عارفه تعمل ايه. صح. مين اللي هيقف ومين اللي هيجري. فنرجع للنقطه الاساسيه، كل ده حاله التنوع الخططي والحريه وكل ده لازم يبقى لها نقطه انطلاق. نقطه الانطلاق هي 4-3-3 او 4-1-4-1. كويس. ومنها بنبدا نغير الخطه وبنغير تحركات اللاعبين وبنغير الشكل في الملعب بناء على المنافس بتاعنا وطريقه لعبه. كويس. فلا، التنوع الخططي اللي هو عامله في الدوري لحد دلوقتي 10/10. الاهم بقى اللي جاي، الاهم اللي جاي طول الدوري ابطال افريقيا، مباراه بلاتينيوم بتشوفها ازاي ومدى اهميتها في المرحله الحاليه من وجهه نظرك؟ هي بلا شك يعني على الرغم من هي قدام فريق الى حد ما مش بالمستوى العالي، كويس تمام، بس هي مباراه حياه او موت. حياه او موت ده بالنسبه لي انا. ليه؟ انت للاسف الشديد نتائج المجموعه اجبرتك ان انت بتنافس اثنين فرق من الفرق القوية جدا، تقيلة طبعا جدا طبعا، والخسارة المخيبة للأمال اللي كانت في بداية المشوار قدام النجم الساحلي خلت وضع الأهلي مماثل للأندية اللي بتنافسه. يعني هو بس ما عندوش، هي مش مخيبة للأمال ولا حاجة، لا مخيبة للأمال للجمهور بعد بالنسبة للجمهور كهزيمة، بس هي هزيمة كانت غير منطقية. لا هي ده مهم منطقية. لازم نركز فيه يعني في الحقيقة. حط خط بس تحت مخيبة للأمال. بالظبط كده، مخيبة للأمال نظرا للمستوى الكبير اللي أنت قدمته. طبعا أنت قدمت مستوى الظلم التحكيمي عالي جدا يعني.
يعني الناس ادرى باللي حصل في الماتش، فمش عايزين نقعد نفتح، وفي اجماع على الجزئيه دي وفي يعني. اجماع بس مش عايزين نقعد نفتح مساله الحاجات ديت عشان خاطر ما نديش مبرر للاعبين ان احنا انت فاهم. لا اطلاقا اطلاقا. الاهلي عمره ما تعود على ان يبقى فيه مبررات خلص للهزيمه في كل الاحوال، لكن في نفس الوقت بيبقى فيه نقاط لازم تركز عليها. لو انت خسرت بسبب اداء تحكيمي لا لازم يبقى فيه وقفه، وده اللي حصل. طبعا ده حصل فعلا. ف رجوعا النتيجه المخيبه امال، بعد المستوى الكبير اللي انت قدمته هناك عرفتنا انه مش كل مره هتبقى بتلعب فيها كويس هتقدر تكسب. حلو. في ظروف ممكن تبقى ضدك في المباراه بالظبط كده، خاصه بره ارضك. كويس. والماتشات اللي جايه في منها اتنين بره ارضك. اتنين ولا واحد بره ارضك؟ لا الماتش الماتشين اللي جايين اتنين بره ارضك. الماتش بتاع بلاتينيوم عندك، بلاتينيوم بره والهلال بره عندك، بس النجم هو اللي هنا في القاهره. والهلال فرقه قويه طبعا وبتنافسك، وكابتن حماده صدقي عامل شغل ممتاز من اول ما راح في الحقيقه، ممتاز فعلا. وبتنافسك على المراكز المؤهله. فبالتالي الماتش اللي هيخليك تفرق شويه عنهم هو ماتش بلاتينيوم، خاصه ان الهلال لما هيلاعب النجم واحد فيهم هيوقع الثاني. كويس. او الاثنين يوقعوا بعض بالتعادل. بالتعادل مكسبك في مباراه بلاتينيوم ده يعني امر في منتهى الاهميه، خاصه ان انت تكسب بسكور، ان انت تكسب نتيجه مريحه ترسل بيها رساله الى الهلال السوداني ان احنا بره ارضنا. والاهم انك تكسب أرضنا. الاهم انك تكسب، ولا الاكثر اهميه انك تكسب بسكور يعني. بص كوره زي دي انا مش عايز اقول كلمه بسكور، حاسسها هي مش موجوده في انا مش عايز بسكور دلوقتي. انا مش عايز يعني بسكور، المهم ان احنا نكسب. انا مش عايز بسكور، انا عايز باداء. مش مهم عندي السكور قد ما عندي انا عايز نقاط. انا عايز النقاط بس. بالزبط. بس انا في نفس الوقت وانا بقدم وانا بلم النقاط انا عايز اوصل رساله ان انا قوي، وان انا ببعت وان انا بلعب بره ارضي زي ما بلعب جوه ارضي. الفوز مهم، هو الاهم طبعا، الثلاث نقاط هم الاهم. بالزبط. بس دوت بيبقى بحسب الفريق اللي بيلعبك. يعني لو فريق متواضع لا يبقى الاداء مهم بنفس اهميه النقاط. تمام. طيب لو الفريق قوي زي النجم الساحلي التلاتة بونت حتى لو هنلعب ازاي التلاتة بونت اهم حاجه في يعني دلوقتي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي التركيز في حصد الثلاث نقاط اولا، وأداء وبعد كده واداء اداء ولا عدد اهداف؟ لا اداء. لا 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 انا مش عايز عدد اهداف، مش مشكله. هو الاداء احنا بنتكلم في حاله تساوي الامور في المجموعه في النهايه، يعني النقاط زي ما هي دلوقتي كده. انا دايما ما بحبش افترض الأسوأ. حلو. عشان خاطر ما يعني في خيالي بفترض الأسوأ عشان اعشم ما اعشمش نفسي. حلو. بس في الامور المنطقيه الطبيعي ان الاهلي ما يلجاش لفارق الاهداف. تمام. ده كويس. طبيعي. كويس. فاهم قصدي؟ وده اللي انا بتعشم من اللعيبه ان هم يعملوه. حتى لو رحت قصدك الاهلي لو كسب ملوش دعوه بقى بفرق اهدافك، هو ده المطلوب من النادي الاهلي انه يكسب بس كده. 1-0 صح. انت كسبت وخدت الثلاث نقط وعطلت الهلال. صح. صح. فمش هتلجا الى فرق الاهداف. فهو ده اللي انا بتكلم عليه. كويس. ادائك القوي في مباراه بلاتينيوم هو اللي هيخلي الهلال يخاف منك نسبيا في مباراه الهلال السوداني في السودان. فهتبقى خلي بالك احنا عندنا النجم بحرية. عندنا النجم قبل الهلال. النجم قبل الهلال انا عارف. بس النجم هنا. النجم هنا بتكلم ان انت هتطلع للهلال هناك. فانت عايز تبعت رساله ان انت بتلعب بره ارضك بنفس القوه اللي بتلعب بيها جوه. انت لو رحت للهلال في السودان ب 12 نقطه اعتقد الامور هتبقى اتحسنت. ب 12 نقطه اعتقد يعني. يعني كده خلاص هيبقى فين بس الهلال والنجم في السودان اللي هو الجوله الجايه. الجوله الجايه. بس انت في نفس الوقت لو خدت الست نقاط باذن الله تعالى مباراتي بلاتينيوم وبعدين النجم انا برضو النجم النجم صعب. خلي بالك النجم صعب، ما بقولش ان هو سهل. النجم صعب قوي. انا قصدي ان التركيز يعني دلوقتي ان انت تخلص نفسك في الماتشين. تخلص نفسك في الماتشين عندك طبعا. فرصه منافس مش بينافس طبعا. قوي على الصعود اللي هو بلاتينيوم، ومنافس اخر هيجي لك على ملعبك تقدر باذن الله تعالى انك تفوز عليه، فبالتالي تحسم الامور بقى وما تلجاش المباراه الاخيره. نتعشم في ده، هو ده السيناريو اللي بنتمناه يعني. بس في نفس الوقت احنا يعني مش عايزين نغفل العيوب اللي عندنا، ولازم ناكد عليها عشان خاطر اللي هي تواصل المشوار. اللي هي انت عندك نقص شديد في حاله الاصابات في خط الوسط، وعندك عقم تهديفي لازم الجهاز الفني والاداره يحلوه باسرع وقت ممكن. حلو. طب خليني نمسكها واحده واحده. نمسكها واحده واحده. النقص العددي في خط الوسط، بتشوف النقص العددي بسبب الاصابه يعني بتاعت حمدي فتحي ومين تاني؟ بسبب ومحمد محمود اللي ما شاركش اصلا. محمود بس ماشي احنا كنا بس ما هي خلي بالك من حاجه، ما هو انت بتبدا الموسم عامل طموحاتك على عدد معين من اللعيبه. لما لعيب منهم بيقع حتى لو ما كانش شارك، بس انت كنت حاطه في التصورات بتاعتك. يعني انت شايف الاهلي عنده مشكله في خط النص؟ لو حد وقع تاني
لو حد وقع بيتكلم دلوقتي في الظروف الحاليه حاليا لا حاليا انت عندك عمرو السوليه وعندك قفشه وعندك ديانج قافلينها كويس. حلو. طب لو حصل حاجه لا قدر الله لاي حد من الثلاثه عندك احمد فتحي. هل احمد فتحي رجله في الملعب؟ احمد فتحي هو بيلعب. لا يعني كهاف ديفندر رجله في الملعب يقدر. لا بس بيجيد اللعب لحد نهايه مشوار. هو احمد فتحي لعب كمساك ولعب كظهير. لا احمد فتحي خبرات احنا مش هنتكلم في خبرات. ايوه احمد انا قصدي ان هو جاهز ان هو يشترك في اي مركز. هو جاهز طبعا جدا بس انا اللي اقصده انت محتاج لعيب خط وسط اكثر درايه بمهام الهاف ديفندر واكثر شبابا واكثر قدره على الاستمرار. انا عايز اقول لك ايه يا خالد، النهايه عايز اقول لك ان الحلول موجوده. الحلول موجوده طبعا بعقليه زي عقليه مستر فايلر. يعني مثلا سي لا قدر الله لا قدر الله لو حد تعرض لاصابه في نص الملعب عندك احمد فتحي يقدر يجيد في المكان ده. عندك كمان مين؟ رامي ربيعه. ورامي ربيعه اصاباته كتير. اوكي بس هو موجود الراجل ده موجود دلوقتي. لا ما انا بتكلم، ما خلي بالك احنا دلوقتي بنحط مسكنات، بنحط حلول مؤقته. انا مش عايز حلول مؤقته. طب لو رامي ربيعه اصلا بيتصاب وهو مدافع، لو طلع نص ملعب الله اعلم. تمام. رامي ربيعه اتصاب من كام ماتش وقعد برده في على طب الدكتور. انت شايف الحل ايه مثلا لو لا قدر الله في اصابات تاني في نص الملعب من وجهه نظرك؟ على مستوى افريقيا ولا على مستوى الدوري؟ في العموم. في العموم فرق الشباب. فرق الشباب. فريق الشباب. طب على المستوى الافريقي؟ على المستوى الافريقي لا، على المستوى الافريقي مش هينفع لان انت ما عندكش غير مكان واحد. يعني انت شايف الاهلي كده ليه مكان واحد ان هو يجيب لعيب؟ بترجح ان الاهم ان الاهلي يجيب واحد في نص الملعب؟ لا، يجيب مهاجم. يجيب مهاجم. يجيب مهاجم. على المستوى الافريقي انت مش هتقدر تحل ازمه نص الملعب. ازمه نص الملعب لازم يبقى فيها نوع من الذكاء في التعامل والروتيشن ما بين اللعيبه عشان خاطر ما حدش يتصاب، وتعشم نفسك ان ما حدش يحصل له حاجه. تمام. ويبقى فيها نوع من الذكاء الاداري برده من ريني فايلر في انه لو حد اتصاب هيحط مين مكانه. مش هتقدر تحل فيها حاجه. اما على مستوى الدوري انا بصراحه مختلف معاك في موضوع نص الملعب ده. انا شايف الاهلي يعني عنده وفره في نص الملعب. عندك السوليه، عندك قفشه، اوكي، عندك اليو ديانج. تمام. قفشه مش ديفندر، اوكي، بس بيجيد اللعب فيه. حلو. تمام. عندك احمد فتحي، عندك رامي ربيعه، ادي خمسه. في حد تاني فكرني؟ لا دول اللي انا فاكرهم. في خط الوسط محمود متولي. في محمود متولي الراجل اللي جربه برده في نص الملعب وفي الاسماعيلي قبل كده لعب في المركز ده. لعب بس زمان. انت شفت الماتش اللي فات؟ محمود متولي نزل حوالي ربع ساعه في نص الملعب. حسين حسام عاشور على فكره. هل نزل؟ وحسام عاشور. ادي سته. بس عايز تاني يا خالد؟ طيب لا يعني انا كنت نازل حسام عاشور على فكره فعلا. وفي وليد سليمان ساعات بيلعب على المستوى الافريقي بس مش ديفندر. انا بتكلم على الديفندرات يعني. حسام عاشور لما انت فكرتني بواجبات دفاعيه يعني. بالظبط. لما انت فكرتني بحسام عاشور لا عندك حق في حسام عاشور. بس وليد سليمان وقفشه لا مش حتتهم يعني. ولا محمود متولي عشان بقاله كتير قوي ما بيلعبش فيها. انا قصدي يعني الدنيا مش هتقع. لا مش هتقع بس هي واقعه في حته ثانيه. فين بقى؟ في المهاجم. في الهجوم. بتشوف يعني على الرغم من ان انت عامل رقم قياسي في عدد الاهداف اللي مدخلها في الدوري. طب ليه ما ناخدهاش من المنطلق الايجابي؟ هقول لك بمعنى إيه. احنا دلوقتي مثلا عندنا هنا في مصر بالنسبه لنا المهاجم ده اللي هو الهداف. تمام. على مستوى العالم الفكر دلوقتي رايح في ايه؟ مش مهم اللي يجيب الجون، مش مهم المهاجم يكون هداف، ممكن يكون محطه، ممكن مزبوط. يكون صانع العاب، وده اللي بيحصل في اكتر من نادي في اوروبا. فهل ده مش شيء ايجابي ان عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في مختلف المراكز بيحرزوا اهداف؟ لا ولا شيء هو طبعًا. شيء سلبي عشان المهاجم هو اللي ما يجيبش الاهداف؟ لا شيء ايجابي طبعا. بس ايجابي بس شيء ايجابي ان شيء ايجابي انه يبقى في اكتر من لعيب من مركز غير المهاجم بيحرزوا الاهداف. بس خلينا نحسبها حسبه تانية. انت بتجيلك كام فرصه بتقدر تخلص منها كام جون؟ انت بتجيلك فرص كتير جدا. تمام. لو عندك المهاجم القناص اللي يقدر يستغل يعني انصاف الفرص زي ما بيقولوا، انت كان يعني الرقم القياسي اللي انت محققه ده كنت ممكن تضربه في 3 4. تمام. كنت هتعمل فعلا رقم قياسي غير مسبوق. حلو. وعلى مستوى احنا كده اتكلمنا على نص الملعب خلاص داخلين بقى خلاص خلصنا نص الملعب. وعلى مستوى صناعه اللعب المهاجمين اللي عندك مش مهاجمين محطه بخلاف مروان محسن اللي بيظهر على فترات وبيختفي على فترات. برضو مروان محسن انا عندي انا من اكتر اعتقد برضو انت عارف القصه ديت اتكلمنا فيها كتير. انا من اكتر المناصرين لمروان محسن ودوره ك هو لعيب مميز فولس 9 انا بحبه. كفولس 9 بس هو حتى كفولس 9 احيانا بيبقى مش باين قوي. كمحطه لعب بناء لعب ما بيبقاش باين قوي. انا محتاج مهاجم يعني. انا عندي دلوقتي صلاح محسن وعندي ازارو وعندي مروان محسن وعندي جونيور جاي بيلعب. تمام. كمهاجم حلو. انا ما فهمش مهاجم خطاف. المباراه اللي فاتت اجاي جاب الجون الاول كان حلو قوي. حلو. بس
استغل لخبطه او تخبيط دفاع. المفروض ان هو مروان محسن لما اداله ال1 ومروان محسن اداله ال2، مروان محسن اداله ال2 ضعيفه جدا وبعيده عنه جدا، بس الحمد لله الدفاع ارتبك هي اداها له، بس خبطت في المدافع وراحت بس. فاهم قصدي؟ المفروض انا كمحطه معرفش اتفرجت على ماتش الميلان امبارح ولا لا، زلاتان ابراهيموفيتش اول مشاركه ليه مع الميلان. المحطه كما ينبغي ان تكون طبعا، اول ما نزل الميلان تقريبا ما بيعملش حاجه على الجون، بمجرد ما نزل كل كره بيقف عليها بيعرف عنده هدوء وعنده ثبات انفعالي. المفروض مروان محسن يبقى عنده هذا الثبات الانفعالي، انه مش كل كره يبقى متصربع ان هو يطلعها من رجله. المفروض هل ده ناتج عن الضغوط اللي ممكن تكون على مروان على المدافع؟ طبعا بلا شك. يعني هل هدفين زي الهدفين اللي جابهم مروان محسن خلال الماتش اللي فرقوا معاه؟ يفرقوا طبعا، وذكاء من فايلر ان هو سابه في الهدف وضيعه. ضيعه طبعا. انا واثق ان كان في كلام بين الشوطين ما بين فايلر ومروان محسن، والكلام ده ادى ان اللاعب كان نازل باريحيه في الشوط الثاني، مش حاطط في دماغه الهدف اللي ضيعه، وقدر ان هو يحرز الهدفين اللي احنا بنشوفهم دلوقتي على الشاشه. ده حقيقي. فده امر مهم جدا برضو، حاجه تحسب للمدير الفني ان هو ازاي يتعامل نفسيا مع اللاعب بعد ضغوط كبيره بيتعرض ليها، انتقادات طبعًا كتيره بيتعرض ليها، فرصه ضائعه ثمينه مهمه سهله جدا ضيعها في الشوط الاول. ده كانت مش فرصه، كانت مهم. تقريبا الجون فاضي يعني. حلو. عماد متعب كان بيقول ان انا كان في اسوأ فتراته مانويل جوزيه ما بيطلعوش من الملعب. طبعا عماد متعب قيمه، احنا ما حدش هيختلف على قيمه عماد متعب طبعًا في هجوم مصر، نجم كبير في عز فتراته السيئه ما كانش بيطلع من الملعب. طيب نفس الحاله على فكره بالنسبه لمحمد فضل، في فتره من الفترات مع النادي الاهلي كان بعيد جدا عن الاهداف، وكنا بنلعب مباراه مهمه، مش فاكر، عايز افتكر كان تقريبا اتحاد الشرطه والاهلي متعادل، وفضل مضيع اجوان قد كده، ومانويل جوزيه بين الشوطين قال له هتجيب جون، وفعلا جاب جون وفضل راح. هو مانويل جوزيه كان متخصص في الحته بالظبط، الجانب النفسي، الجانب النفسي. ورينيه فايلر برده في لقطات تلو يعني لقطه تلو الاخرى في لقطات صغيره قوي اهو، بس هو راح له حتى بيثبت لنا اهو، بيثبت لنا انه فعلا اشبه مدير فني جه بمانويل جوزيه. التعامل النفسي مع اللاعبين وتجهيزهم للمباريات وتجهيز اللاعبين حتى ما بين الشوطين، زي ما انت تفضلت قلت ان هو اكيد اتكلم معاه، بالتاكيد اتكلم معاه ما بين الشوطين اللي تخلي مروان ينزل بالشكل ده يعني. بس هل الاهلي محتاج مهاجم؟ انا شايف ان الاهلي محتاج مهاجم. لا انا شايف ان الاهلي محتاج، الاهلي عنده تنوع في اللاعبين، ما عندوش المهاجم الصريح، عنده الميز رانر وعنده الفوكس ان ذا بوكس وعنده، يعني عايز مهاجم بمواصفات معينه، ابقى عايز الفوكس ان ذا بوكس بس. تمام. هو عايز المهاجم المنطقه الخطاف، اللي اي كوره عرضيه شارده او وارده بيخطفها بيحولها جون، لان انت عندك بقيه المراكز موجودين، وده لا يقلل اطلاقا من المهاجمين الموجودين دلوقتي. هو موضوع مواصفات بس، ليس تنوع وظائف. حلو قوي. حلو بس قوي. هو تنوع قد وظائف، قد تتعاقد مع لاعب اجنبي جديد يكون مهاجم خطاف، بس ما تحتاج لهوش في مباراه من المباريات طبقا لسياسه المدير الفني، فتحتاج لمروان او تحتاج لازار او لاجاي مثلا. ممكن يبقى عندك مباراه القلبين بتوعها هم سر قوتهم، وعندهم الاجناب ضعيفه شويه، ساعتها هتحتاج ان المهاجم اللي موجود عندك يبقى فولس ناين، بيطلع بره المنطقه. تمام. ويفضي الاجناب. ده يعني بيترتب على كل مباراه والمنافس اللي انت هتقابله بالظبط كده، بس لازم يبقى عندك المهاجم الخطاف. يعني ما ينفعش فرقه بتنافس على افريقيا ما يبقاش عندها مهاجم زي ما انت ما قلت الخطاف اللي هو جوه. عايز يبقى عندك كل الامكانيات وكل الاساليب الخاصه بالمهاجمين عشان تقدر انت تتحكم وتتعامل براحتك. لازم. احنا شفنا طبعا شفنا احد الاسامي المطروحه والاسماء المطروحه بليسنج اليكي، وشفنا برضو بالتصريح صراحه عشان ما ابقاش منافق، انا ما شفتوش بس شفت له لقطات يعني. طبعا. لما بدا الاهلي فوضه بدات اخش اتفرج عليه كويس. مهاجم الى حد ما كويس. هل اللقطات كافيه ان هي تحكم على لا مش ما عشان كده بقول انا مش ما اتفرجتش عليه. لازم القناعه تكون عند المدير الفني بالظبط. لازم. طيب مش عايزين نتفرج على الاحداث بخصوص اليكي، لان احنا مش عارفين هل هو الصفقه القادمه ولا لا، دي لسه. بس انا عندي اعتراض بس على الهجوم الشديد على اليكي. انا مش عارف الجمهور بيهاجمه ليه، مع انه ليه هو في هجوم عليه ليه؟ يعني في كتير قوي بيهاجموه انه مش هينجح وانه انا عايز بس الناس اللي بتهاجم اليكي يفتكروا لما هاجموا فايلر. اشكر انا يعني بس كده، هي دي. يفتكروا لما هاجمتوا فايلر، ويفتكروا لما هاجمته بيسيرو، وافتكروا لما عايز اقول لك على حاجه. جمهور النادي الاهلي دايما لما مثلا بيبقى بيهاجم حاجه تمام، بيبقى عشان هو منتظر حد لعيب جامد قوي او مدير فني جامد قوي، لكن يعني هم ما بيبقوش
موجودين في المطبخ، في الناس اللي بتدير، الناس اللي بتبقى عارفه المشروع هيمشي ازاي، مين اللي هينفذ المشروع ده، ومين اللي هيقدر يساعد في اتمام امور معينه بالنسبه للفريق. فلكن ده شيء ايضا يحسب للجمهور، ما فيهاش مشكله خالص. دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز الاحسن، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب اتكلمنا في موضوع المهاجم كمان، وبالتحديد عايز اتكلم معاك عن اليو ديانج. ايه الاضافه اللي اضافها اليو ديانج للنادي الاهلي في المباريات اللي لعبها بشكل اساسي؟ الاضافه هما حاجتين اساسيتين هما اللي بالنسبه لي اللي فارقين في 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 اليو ديانج. القوه البدنيه، انت كان عندك اغلب الكور اللي بتكسبها في منتصف ملعبك كنت بتكسبها بفاول او بتقطعها بفاول. فكره ان انت يبقى عندك حد قوي بدني زي اليو ديانج يقدر يحافظ على كورته ويقدر يقطع الكوره بس بفارق القوه البدنيه، ده بالنسبه لك بيديك بريفليج عن المنافسين، ان انت بتقطع الكوره في مكان مهم جدا وبتبدا هجمه واعده، والفريق المنافس كله عندك. ان هو كان هيبدا لسه هجمه وعدى نص الملعب وما يعني ما استحوذش على الكوره وما خدش منها فاول، فالهجمه ارتدت عليه بشكل سريع جدا، وده اللي ريني فايلر بيطبقه في المباريات الاخيره كلها، فكره نقل الملعب بسرعه. تمام. الحاجه الثانيه، احنا من زمان قوي ما شفناش لعيب سته بيزيد لحد منطقه ال 18 او في زي الجون بتاع مجدي قفشه المباراه اللي قبل اللي فاتت. تمام. والجون بتاع مروان محسن اللي فات لما ديانج بص الكوره لمجدي قفشه، قفشه تصرف تصرف ممتاز، هايل هايل من جميع الجوانب، تصرف اهلاوي يعني. عارف تصرف اهلاوي معتاد، واحد بيحب الفرقه مش بيحب نفسه. ما انا بقول لك هو تصرف، لا وغير ان هو واحد بيحب الفرقه، هو تصرف معتاد من لاعبي الاهلي. بالظبط. تصرف عماد متعب مع حسام غالي، حسام غالي مع عماد متعب، تصرف مؤمن وحسام ومتعب. فاهم قصدي؟ يعني تصرف معتاد ان انت تشوفه في النادي الاهلي، لانه خلاص اللي بيخش جوه السيستم دوت بيتطبع بطباعه. تحس ان قفشه بقاله كتير قوي في الاهلي. ده حقيقي. مع ان انا كنت شايف انه قفشه اول ما جه عنده احسن من كده، احسن يقدمه، بس ده طبيعي بيجي مع الماتشات، واعتقد انه وعنده كمان احسن من كده، ولسه اشكرك ولسه عنده احسن. يعني دلوقتي احنا شايفين انه قفشه اصبح واحد من اللعيبه اللي تقريبا يعني ملهاش بديل في تشكيله الاهلي. بلاش كلمه ملهاش بديل دول، لان مفيش لعيب ملوش بديل بغض النظر. يعني لا انا اقصد الدور اللي بيعمله قفشه بيعمله، مفيش حد بيعرف يعمل الدور دوت غير قفشه، ولسه قفشه عنده اكتر من كده بكتير. على مستوى الفاولات وعلى مستوى العرضيات والكلام ده كله، قفشه عنده لسه اكتر من كده بكتير. نرجع لديانج. نرجع لديانج. فكره الاستحواذ على الكوره في مناطق الخطوره، وفكره نقل الملعب من نصف ملعب الاهلي الى نصف ملعب المنافس بسرعه، دي حاجتين ما كناش بنلاقيهم في اللعيب رقم سته. كنا بنلاقي في الأربعة 2 3 1 كنا بنلاقي حسام غالي، بس حسام غالي كان ريجيستا ديفندر تاني جنب حسام عاشور، الاثنين قافلين وبيقدر ينقله، وكان حمدي فتحي بيقدر يقوم بالواجبات دي برضه. حمدي فتحي بس حمدي فتحي كان النقطة التانية مش موجودة. نقطة ان انت تاخد الكرة من غير فاول. حمدي فتحي عامل زي حسام عاشور، عامل زي يعني بيعتمد اكتر على التقفيل ومحاولة قطع الكورة. لو جلت منه خلاص عمل فاول. ديانج لا، ديانج ما بيقفلش. انت مش ملاحظ ان احنا على مدار الفقرة كلها، الفقرة بتاعتنا دي دلوقتي، بنتكلم على مقاومات مختلفة للاعبي النادي الاهلي؟ يعني ده بيدل على ايه؟ بيدل على نجاح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي في التعاقد مع عناصر بمواصفات مختلفة عشان يكملوا بعض، فبالتالي دي الاضافة المطلوبة للفرقة. قطعا. يعني انت اتكلمت دلوقتي عن حمدي فتحي اللي احنا اتكلمنا في خط الهجوم، قلنا اصل مروان مواصفات تنوع ووظائف وحاجات، واتكلمنا عن خط الوسط بنفس القصه بالظبط. في نص الملعب اتكلمت، احنا لو هنتكلم عن الباكات هنتكلم بنفس الطريقه. صح. لو اتكلمت عن الفرق ما بين علي معلول ومحمود وحيد هتلاقي نفس الطريقه. لا بالعكس، احمد فتحي ومحمد هاني، احمد فتحي بس دولت قدام، انا بتكلم على الصفقات الجديده. محمود وحيد. لا احمد فتحي ومحمد هاني طبعا. لا طبعا، يعني على مستوى التعاقدات تعاقدات مبهره جدا. نتكلم على حمدي فتحي بيقدر يلعب سته وبيقدر يلعب ثمانيه، ما عندوش مشكله خالص. محمد محمود ربنا يرجعه بالسلامه يقدر يلعب سته وثمانيه وعشره. نوعيه اللعيبه اللي موجودين في الاهلي دلوقتي، كنا زمان مبسوطين انه عندنا احمد فتحي جوكر، دلوقتي انت عندك اكتر من اربع خمس لعيبه كلهم جوكرات. انت لو رجع لك كريم نيدفيد كمان هو جوكر تاني. بالظبط. بيلعب وينج وبيلعب باك وبيلعب ديفندر وبيلعب عشره. عندك كمان كوينجات، عندك كهربا ده جوكر.
كوينجات يلعب مهاجم ويلعب يمين ويلعب فولس ناين ويلعب يمين او شمال ويلعب في الاربع مراكز بتوع الهجوم. فلا طبعا لجنه التخطيط. انا بس عندي مشكله مع لجان التخطيط في كل مصر ودي اللي كنت بتكلم عليها من شويه بخصوص فرق الشباب. فرق الشباب بمعنى ايه؟ لازم الاهلي الزمالك الاسماعيلي الناس اللي عندها فرق شباب قويه توفر فلوس كتير جدا 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 بتصرفها في التعاقد مع لاعبين شباب اخرين في ان هي تطلع. يعني احنا عندنا في الاهلي مثلا في عدد من اللاعبين المميزين، عندنا محمد فخري وعندنا العربي لعيب ديفندر العربي بدر ممتاز لعيب، وعندك محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم كنت لسه هقول لك عليه، عندك صالح نصر وكل دول خلي بالك بيطلعوا في الاول بس ما بيلعبوش. انا عايزهم يلعبوا بس اكيد هيبقى في توقيت. ايوه بالظبط، ما هو خلي بالك من حاجه يعني ده اكيد كده موجود في خطط لجنه التخطيط. اكيد عندك مصطفى شوبير. مصطفى شوبير لازم يلعب الكاس مثلا، فاهم قصدي؟ لا بس انت عندك شريف اكرامي يلعب الكاس. عندك شريف اكرامي بس هو يعني اعتقد ان شريف اكرامي نفسه ما عندوش مشكله انه مصطفى شريف اكرامي. طبعا انا بحترم في شريف اكرامي عقليته ممتازه. لا مش ده اكتر من ممتازه كمان. لازم تجهز الشباب دولت عشان خاطر هم اللي يقودوا المسيره بعد كده. عشان اقفل ملف النادي الاهلي، الاهلي قادر باذن الله على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا بنسبه 80-85% ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله، دي نسبه مميزه جدا يعني. ان شاء الله نكون موفقين. عايز اتكلم في الملف الحفله بتاعت جائزه الافضل النهارده اللي هتكون في الغردقه، وسريعا اخد توقعات بعض جمهور النادي الاهلي من خلال التواصل على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا. من فيسبوك مي محمد قالت ساديو ماني، سوسو محمد قالت ماني برضو، الحاج عبد الله قال ساديو ماني، هو كله بيقول ساديو ماني حسن عشان الموضوع خلصان. مصري ابو عبد الله قال لك مثلا رياض محرز اللي هياخدها رغم اني كنت عايز ابو مكه ياخدها، طبعا كلنا كنا عايزين صلاح هو اللي يكسب. اسلام قال لك الخلوق ساديو ماني. مساء الخير، كنت اتوقع ساديو ماني. ده ابراهيم عيد. رضا داوود قال لك كله بيقول ماني. انت شايف ان ماني يستحقها؟ طبعا يستحقها. ليه؟ ماني على مستوى حتى سيبك من الهدوء والاريحيه اللي بيلعب بيها، وان هو بيعرف يوصل باسهل طريقه ممكنه لمرمى الخصم وبيعرف يصنع وبيعرف يعمل الحاجات دي كلها. سيبك من الكلام ده كله. على مستوى الارقام انا مش هتكلم على مستوى البطولات. ساديو ماني واخد نفس عدد البطولات بتاعه محمد صلاح تمام، بخلاف ان هو واخد مع المنتخب المركز الثاني في كاس امم افريقيا الاخيره. بس صلاح بيتفوق عليه ان هو كان هداف ليفربول في الشامبيونز ليج فقط. فعلا السنه فرق هدف تقريبا، فرق هدف 5-4. بس اجماليا في 2019، انا ما بتكلمش عن موسم 2018 2019، بتكلم عن عام 2019 اجماليا، ساديو ماني متفوق في كل الارقام. هو الفرق كمان مع المنتخب، وفرق على فكره صور من كواليس الحفله اعتقد ان الحفله يعني كعاده مصر في التنظيم هتبقى حفله مبهره كعاده مصر في التنظيم ان شاء الله. احنا واثقين من كده في الحقيقه، احنا اي حاجه يا جماعه احنا قدها والله بجد، المصريين قد اي حاجه يعني الحقيقه. والايفنتات والحفلات اللي بتتعمل والاحداث اللي بتبقى موجوده في مصر اكبر دليل يعني الشكل اللي بتخرج بيه يعني. طيب رجوعا سريعا لساديو ماني ومحمد صلاح. ساديو ماني في 2019 وشارك في 54 هدف 54 مباراه، احرز خلالهم 32 هدف وعمل 13 اسيست. محمد صلاح شارك في 52 احرز خلالهم 25 هدف وعمل 12 اسيست، فرق اسيست واحد عن ساديو ماني، بس اجمالي الارقام ساديو ماني اعلى بالاضافه الى تاني كاس امم افريقيا ده اداله. سريعا كده ساديو ماني يستحقه طبعا. غياب محمد صلاح عن الحفل بتشوفه ازاي سريعا؟ سيء، خطوه سيئه، خطوه سيئه جدا، ما كانش لازم يحصل. لازم معموله في بلدك وفي ارضك، وساديو ماني رحب بيك السنه اللي فاتت في السنغال، كنت لازم تبقى موجود، لازم تبقى موجود ايا كانت الظروف. لازم. استاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده الاسئله الاسبانيه، نورتنا وشرفتنا وحوار كان ممتع وشيق في الحقيقه. مبسوط دايما انا معاك، انا اسعد بكل تاكيد. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز استاذ خالد عامر الناقد الرياضي الكبير، اتكلمنا معاه في ملفات عديده بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي والتحديات الراهنه والمقبله بالنسبه للفريق اللي اكيد بنتمنى له كل التوفيق. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده مهمه جدا من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.